صباح الخير. صباح الخير اخويا. امول ثلاثه القرحات. تنقول لك اخويا ما تبقاش تقول لي ثلاثه القرحات، ولكن بسط معاك مولفش كيبقى فيك الحال. ساعات ولا البسطره فيه وفيه. الصباح هذا ما كاينلاش الكلام اللي ما فيه ربح. واخا اخويا ما تبقى غير على خاطرك، امول ثلاثه البنات. اسيدي اللي عنده شي الله يخليه ليه. امين امين يا رب العالمين. لهلي حرم شي مسلم من التركه الصالحه. انا الحمد لله ربي عطاهم ليا رجال شداد مسخرين ليا كتافي بحال وتاد الخيمه. الله يحفظهم والله يصلحهم. امين يا رب العالمين. قول يا اخوي، هنا شي حركه عندكم في المحل هاد اليمات؟ موجود الخير والحمد لله الدراري اللي كاونوني، اما كاع ما نقدر على الترك اللي عندي في المحل. الله يكمل عليك بالخير ويبارك لك في رزقك. امين اخويا بارك الله فيك. سوين مالك اخويا؟ ياك ما محتاج الفلوس، خوك انا اللي طلبتيها تحضر امر. لا اخويا الله يجزيك بخير، مستوره والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. بقى غادي يطيبوا بالنعاس. اولي الشمس قريبه توقف على جوج الرجلين وانت هكذا ليا. راه كندوي معاك تينوضي. وي قلت لك ما تبقيش تقولي خاسره، ربي ذبح لي حولي وعجل بس ماني رابحه. ويلي على حولي وعجل، انا راه غنذبحك وغنقردك طرف طرف الا ما نطيش عاونتيني. يا نوضي يا المصيبه. شكون صباح امي؟ كل صباح نكير الغوات والسبان. شو مالك امي ما ترتاحي؟ ما تخلي لي ارتاح. واش اللي عنده ثلاثه ديال الشحطات وبحالك خامره بحالك غادي يرتاح؟ غتنوضي تعاونيني في الشقه ولا غندير شي طاب واللي ما طاب معاك؟ تقعدي يلا انا كنتسناك. سربي مزيان تبارك الله. أنا عبد ربي له قدرة يهون بها كل شيء عسير، فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قدير. مالك فقتي بكري؟ وراه غير بقيتي ناعس قدام خوك، مازال الحال. صافي امي فقت، جاني الجوع. ايوا كلك شي القيمات وسرت ارتاح، البارحه راه بقيتو معطلين في الخدمه. صافي امي تمام كيداير، هزت العجيبه حطها وحسبها وزيد وزيد. الله يرضى عليك، حتى باكم راه راضي عليكم، اللي طلبتوها منه يعطيها لكم، الله يحفظكم ليه. شتي شنو امي؟ خصنا شي فليسات. ايوا يلا خديتي انت وخوك الغالي. انا ما كنعرفش فين كديروا هاد الفلوس كاملين. لا والو امي راك عارف الغالي،
خاصو الكتوبه والحوايج وعزيز عليه الشعر والتاجر خاصو يكسب الناس. ايوا دابا ما قلت عيب، يجيب باكم وناخذ لكم عنده شي بركه. انت امي اشوفي وكلا عندك شي فليسات. الحبيبه الغاليه امولات الدار. يا امولات الدار كتقتلني غير باللسان. اش كديري يا المصيبه؟ ويلي 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 ضيعتي النص ديال الخضره، تقولي راكبينك الجنين وحاطين عليك سيف العفارت. امي انا رعيت من هاد الحاله، واش اللي نديرو اليوم نديرو غدا؟ الجفاف، الغسيل، الطياب، واش بغيتي ديريها بنيتي؟ بغيتي تزلقي الجوهر في خيط الحرير وتبقاي مقابله ليا اللي غادي واللي جاي من الشراجم ولا شنو؟ ومال ولاد عمي؟ علاش كيخرجوا يعاونوا باهم في القيساريه؟ وحنا زعما حيت بنات صافي محكوم علينا بالحبس. خاصكم الحبس نيت؟ لا لا باكم خاصو يشوف لي شي حل معاكم، انا رعيت غتحمقوني وغتسطيني وغتخرجوا لي عقلي. امي راه بغيت نخرج حيت وراه غنتفرقع. ابنيتي شتي دوك اللي كيخرجوا مع باهم راهم رجال، انت راك مرا كيخصك تحافظي على راسك وتصوني وكيخصك تكوني مربيه ولبيبه وتسمعي الكلام حتى يجي شي ولد الناس ويهنيني منك. كاع ما غنتزوجش امي، ما كنحملش الرجال. عرفتي نهار يطيح بين يدي شي راجل من غير با غنشدو ونكتفو ونعلقو من رجليه وغادي نرقدو في احسن خزين يموت غير بالفقصه والحموضيه والغموله. يلا طيف لطف، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سيري سيري يا بنيتي قعوني اختك شي حاجه. سيري اجي اجي اجي. هذيك شنو ولا ديال اختك الصغيره؟ شتي ما بانش لي كادو هنا، فين هي؟ وما نعرف حتى انا ما شتاش. هذيك اللي كتعرف ليكم كدير غير اللي بغات حسي مسي. سيري عيطي لها تجي نشوفها قدام عينيا قالها حسي مسي، راه تكون غير في بيت الخزين كتخمل فيه. يلا تحركي. يا ربي يا ربي اما ردني راجل ولا رد كاع رجال عيالات باش نتهناو. يا سيدي يا ربي سيري دابا لي شغلك معلط الله وعليك. ويلي 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 على تكرات الخضرة، الناس عندهم البنات وانا عندي الخلا. تبارك الله على سيد الرجال، الا قلت لك داير الراجل في كتافي داير الراجل في كتافي. انت كتشوف با من الفجر ونعنا حتى قديت كل شيء واستفدت كل شيء وبعتو شريت مع المؤمنين ديال الجامع في الفجر. الله يرضي عليك. هاك با هذه البركه ديال الصبح قالوا انا الزمان فيق بكري بالذهب مشري. دابا الا جات على خاطرك با بغيت نمشي نقضي شي غرض بالزربه ونمشي. انت راجل ونص تمشي فين ما بغيتي ودير اللي بغيتي. الله يكثر خيرك با ما غاديش نتعطل. الله يرضيك السلامه ولدي، الله يفرجك بالرضا ويغطيك به. زين واحد شويه زيت العود سي صالح جاك وبالوفا. صباح الخير سي سويلم. صباح النور. ما لقاش عندك عشبه مريم؟ قالوا لي مزيانه للولاده. لا 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 ما كنديرش العشو. سيري شوفي عند العطار. انت اللي سولناك عليها تقول ما كايناش، اش كدير؟ كندير الكتوبه، السمغ، اللواح، الحوايج للوليدات، اي حاجه عندها علاقه بالقرايه. الناس خاصها الحاجه اللي تنفعها، الماكله سي سويلم، اما القرايه غير خضره فوق طعام. خليتك على خير هاد الساعه. تبقاي على خير. بغيت غير نعرف اشنو تتقيل دير في هذا الخزين؟ والنفس ما تدخلوش وانت داخله له؟ وراه حيت ما داخلهاش النفس اللي خاصني نجي نخملو ونطرفو باش ما يعمرش بريحه الغمال. وراه حنا اللي غملنا في هاد الدار. سيري سيري تكلمي لامك امي تسالي طلعي للسطيحه عندنا ضرب فيك الشمس تحيد منك هاد ريحه الزيت والسمن والخليع.
واخا لاله شافيه امولات اللسان العافيه والخدود الوافيه والسالبه القلوب الدافيه. ايوا الله يمسخك انت وديك القلوب الدافيه. قالك القلوب لواه بولفاف. بغيت غير نعرف هاد المسخ مين كتعلميه؟ قدك قد الفوله وحسك حس الغوله. خويا الغالي هذا خويا انا فرقني عليك خليني نعس. واش ندوزو النهار كامل في النعاس؟ مالك اش تابعك؟ تابعني الصاف نشري ونتمتع. عفريت منين دبرتي؟ ميمونه يا ميمونه. ايوا كي جيتك؟ ما عندي ما نتسالك ارا دوك الفلوس اللي هنا ودابا سيرت نعس راه باقي الحال وتابعنا الليل طويل بزاف. خويا ديما كندبر عليك ياك تهلا فيا. راني على فعالي نادم ما درت. واش ما كتحشمش وسير بحالك سير بحالك بركه من قله الترابي. يا الشافي راني مريض معلول وبحبك تقهرت مدلول. داويني بغرامك داويني بغرامك راني مشلول. ما بقيت نشوف ولا نسمع قول. يا الشافي غير عويناتك غير عويناتك بالكحول شافي ما بيا. شي همسه شي نظره وبالغرام الموصول. وسير غنضرب لك شي نتفال داك الراس العامر بالتحرميات يا هاد المهبول. سير 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 غندير يدي في ودني ونغوت ونجمع لك الجيران. صافي صافي من ذنبي والله حرام عليك حرام عليك على هاد الشو اللي كديري ليا. ديري بحسب غير هاد الورد هذا اللي خديت. شدي شدي على الشيطان. سير 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 راك ما صافي ما والو سير ما تاكل لك تخرويت. سير حضيني انتي رانا معكره وسوكه. زين اللي عطاك الله مثلو ما نلقاه دايما في بالي ونهاري وليالي. راح نبقى معاك سعيد عرفت يعني واش نهارت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوا سي سويلم ماشي هكا درنا. هادي الجمعة العاشرة وانا غادي جاي على فلوسي وكنلقى غير يدي وتسريح. انت تتشوف السي علال السلعة بارت فيا اش غادي ندير؟ شغلك هذاك الا كنتي تاجر قد بها. انا بغيت فلوسي والسلام. غير زيد صبر عليا شوية دابا يفرج الله. يا الله تيقول عزم وتوكل. اشوف اش غادي يجيك مليحة السي سويلم غادي نزيدك جمعة اخرى. عطيتيني فلوسي هو هذاك
ولا غتاخد شي بركه وتخوي لي المحل نشوف اللي قابلها ويسير امورها. هذا المحل ما غاديش نفرط فيه، ورثته على بويا. ايوا هذيك الساعه بيني وبينك المخزن، وغادي نشوف شكون اللي غادي يفرط وشكون اللي غادي يكرط. لا واسع الله، واش وصلنا للمخزن؟ من هنا الجمعه الجايه يحل الله. والله الا قينا فشي ساعه احسن من هذه قول امين. امين يا رب العالمين. ايوا هو هذا. عشقي في الزين نصاحة غيواني زاد جراحي وسببي ياهل الهوى زينة الدواح وسببي ياهل الهوى زينة الدواح يوم عطفو بسماحة جاوي زورو مركاحي صابوني مياعت الهوى سكران بلا راح صابوني مياعت الهوى سكران بلا راح وقلت لهم صبت الراحة ملقاكم طاب فراحي هاجي والهنا نتردفو شي كيسان ملاح اجي والهنا نتردفو شي كيسان ملاح ثلاثة زهوة ومراحة من هواهم ما نساحي ركوب الخير والبنات وكيسان ملاح ركوب الخيل والبنات وكيسان ملاح ياك لاباس اخويا صافي عاد مشيت قلت لها داك الكلام اللي حفظتين هي طاحت بين يديك سخفانة سخفانة راه انا اللي سخفت ماشي هي اما الكلام ديالك راه عاد ما زاد عصبها زاد حقراتني ودرت فيا ما بغات هذاك راه غير الفشوش اما هي مع الكلام اللي حفظتك راه تكون كتحرق عليك من الداخل عرفتي يا خويا الصافي داك الشيء اللي كتبت راه كيطيح الزرزور من فوق السور هاد الساعه كيبان لي غير انا اللي طحت وترجل اخويا الصافي ودفع كبير راه البنات كيموتوا على اللي كيتكبر عليهم اما الا بقيتي على هذا الحال عال واش غدير شي حاجه شنو غادي ندير سهله دفع عليها كبير بين ليها انت بلي ما عندكش معها اولا مع غيرها بين ليها بلي انت عندك بزاف ديال البنات عينيهم فيك وانت ما مدياش فيهم البنات وفين هما غير كتب عليها صحصح عليها ها انت اخويا الصافي راه ما كاين اللي كيقضي على البنات قد الغيره فهمت ايوا اسمع اسمع لي هاد القصيده غتعجبك بزاف زهوه مع خديجه وبريكاد الغرام زهوه مع خديجه وبريكاد الغرام كنزة وفاطمة الوجيبة طهرة مع حبيبة فازوا بالبهى والطيبة رقية وراضية صابوني بسهام زهوة مع خديجة وبريكة الغرام محجوبة والغلية قريبة وفضيلة وكنزة البيبة يا وعدي على مصيبة غي نشوفهم يتخلط لي الكلام زهوة مع خديجة وبريكاد الغرام الله يخلف شان نقول لك يا أخويا ما خبيتش عليك واه هادشي اللي كتطلب انت راه بزاف راه غضع مني الحانوت اخويا وين مكتب مكتوبه من الهروب خيره في غيره شي زلافه تهربر اسي صويلح ما بقاش اسيدي مول المليح باع وراح الحاجه المتقونه ما كتبرش عند مولاها قول لي يا اخويا دابا الا قدر الله مشات مني الحانوت نقدر نجي نخدم معاك راك عارف هاد الحرفه كنفهم فيها والوالد الله يرحمه كان باغيني نبقى فيها انا اللي راسي معكس ما نكذبش عليك اخويا انت عارف عندي ثلاثه الفرحات تبارك الله كل واحد فيهم قد بعومه وما مخليني محتاج لوالو دابا شويه الكبير غادي يدخل وفي الليل كيتحاموا عليها بثلاثه
انا يلاه كنخدم من الصبحيه للظهريه وفي الحشيه كنمشي نرتاح ونزا مع راسي. ايوا بصحتك وراحتك. بلاتي بلاتي تنشد معاك الطريق. لا انا مازال عندي ما يتقضى. انت جلس ترتاح وزها ليا ونشط مع راسك. اما هنا ماشي دوجهي. عمي ما قلق ماشي شغلك. الحاجه اللي ما تربح فيها لا ريال لا صولدي بعيد منها وخبا. المهم انا مشيت من يجيو خوتك وجدوا السلعه وبينوا المونة ما يكون غير خاطر كبا. الله يرضي عليك سير الصافي. الله يصفي لك الايام. امين ابا. البنات الا وليت تاجره كبيره ما عنديش لا فلوس شنو تبغيو نحقق لكم من حل؟ هذا كاع الزهر عند غنو الناس في الناس وانتي بمشط الراس. وقلت لكم حلموا الحلم راه ما كيحكم حد. هادشي ما تفكريش فيه حتى في الحلم. واش انتي بين ربعه د الحيوط وباغا تولي تاجره كبيره كي درتي ليها وكي غديري لها؟ حتى الحلم شافيه ومستحيل شي حد يقمعو فيك الا راسك. ودابا بصح البنات الا وليتي تاجره كبيره شنو ديري هاد ربعه؟ الا وليتي تاجره كبيره غادي نمشي نطلع للسطح وغادي ندير يدي على فمي وغنضربها بواحد زغريته عرفتي كبيره حتى تسمعها كاع المدينه. صافي بقيتي على خاطرك. وانت يا القايده شافيه؟ انا ايوا يا لاله انا غنخدم عليا شلا رجال غنبقى ندي ونجيب ونسخر ونبهدل فيهم النهار وما طال. انا بغيت شي ولد الناس يبغيني ويخاف عليا ويعاونني باش نربح في التجاره ديالي ونوقف حتى انا على رجليا. وهذا راه ماشي حلم هذا راه الحماق. هذه راه الدوخه الكبيره. ياك عييت ما نقولك تفرقي على داك الخزير راه ما كيدخلوش الهواء ها هو نفخ لك الراس وليتي هكا تدخلي وتخرجي في الهضره. ومسخوطه واش غاتلي الصوره تاع ماري؟ نوضو نوضو نزلو نبي قبل ما تجي مي تورد لينا الخدود وتصرفوك. اشيو عاونوني اشيو. يا حبيبي أرسل سلام لحبيبي أرسل سلام لحبيبي أرسل سلام كل وقت عسى يجود. الله 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 ميمونة يا ميمونة ميمونة يا وجه السعد. ولهنا كان با الله يرحمه ويواليه برحمة الله كيقول لي عتبة ولا قصة وانتي عتبة مرزقة وقصة مزهرة. ايوا باقي ما شفنا والو غير الكلام المأسل اللي ما كيشري ما كيبيع. الله يا لالة العيالات هاد الخير كامل ومازال ما شتي والو. انا عطيتك ثلاثة د الفرحات كبار وربيتهم ورديتهم كنز تعول عليه في خريامك وانت كتعطيني غير في الكلام والرهوط. واش بغيت زينت العيالات وما درتوش؟ صويلح ياك قلتي خوك محتاج ومزير واقف على باب الله. ايوا بالي شري ليا من عنده الحانوت همرة بالسلاعي راه انت مولع زاره بعدا وباقي عاد تابعك تقوموم وتزوجوم البنات العائلات المعتبرين. يا ميمونة هذاك الحانوت راه هو اللي بقى له من البركات الوالد الله يرحمه ويواليه برحمة الله. إيوا إلا ما قدش عليه يعطيه للرجال اللي يقدوا عليه وزايدوا لمن باغي يخليه البراني ياخذوا بارد. ميمونة كلشي ديال مولانا الله يشوف من حالنا كاملين. ما قلناش مولانا عنده الحكمة في كل حاجة واللي بغاه الله عطاه ما عند العبد فاش يلومه. معقوله كلامك كله حكمه وموزون. خليني ندورها في راسي ولقى شي طريق منين ندوز لي. انت هو مول الحكمه والرزانه والهمه والشان. ايوا خليني نجي حداك. ايوا
وخليك قريبه مني، نديو نجيو في الكلام الحلو اللي كينزل من فمك بحال العسل المقطر. ايوا بلاتي نعطيك واحد الكويس مشحر باش تنغم وتبنن وتمعن. فاش؟ في الكلام المعسل يا سيد الرجال. اواد دابا بعد الذهبي كله ضيعتي رزق والديا وجاي كتبكي عليا بحال شي مرا. التجاره هي هادي، مره طالعه مره نازله، اش بغيتيني ندير لك؟ ماشت ما طالعه النهار عرفتك وهي نازله. او هاد النحس كاع تابعنا حتى لهاد الدرجه. والله لا ما قصرت من جهتي، تغلبت. لا 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 لا، هادي شي مصيبه تابعنا. هاجي ما تكونش هذيك بنت الجيره اللي كانت تابعك في الصغر هي وديك اللفعه ديال امها داروا لك شي حاجه باش يحشوا لك الركابي. ويلي سويلم، ياك ما نكون انا اللي تخطيتها. رجوع الله يا هاد المراه، اش هاد التخربيق، اش هاد الجهل؟ هذا راه لعب الدراري قديم، المراه دابا راه تزوجات ودارت ولادها. يا دابا انا هي المسؤوله حيت ولدت لك غير البنات، ياك انا هي راس المحين، انا هي المصيبه. لا لا انا فرحان ببناتي، الله يحفظهم لينا والله يبارك لينا فيهم. اسمع سويلم، انا دابا ماشي شغلي في خدمتك، دبر راسك. انا غير قوم بيا وبناتي ورد لي هيبتي ولا غادي نرجع لدار با هي اللي قابله عليا. رجع لله يا هاد المره، انا زعما قلت ندي معاك ونجيب في الهضره نفضفض عليك قلبي شويه. ما بقى عندي فين نزيد باركه، الهم فوق راسي قلبي غيطرطق. بارك عليا ما تزيد عليا همك حتى نتايا. واخا لا سمحي لي، ما باقيش نعاود. يا نوضي جيب لنا شي حاجه ناكلوها الا جات على خاطرك. ايوا داكشي اللي كاين غتاكلو، اما تا داك الخزين راه خالي كيصفر فيه ريحه الغمال كتعطي. هانا البا، هانا البا العزيز الغالي، ودرت لك البلبوله والزعتر باش يلاه تقعد قلبك شويه. لا لا يخطك عليا بنتي. وليني شبعت، ما بقيت قاد على ماكله، نوض نصلي ليا شي جوج ركعات ندي بهم شي اجر ينفعني. ايوا تلاقمتي بولادك راه حتى هي عباده. شت قرتي حدايا نوضي قابلي شغالك، يلا حطي من قله الحياه، يلا درقي علي وجهك. صافي فهم مشى مبقاش كيبان. شتي داك الخوف ديالو هو اللي مخلي بنت عمك دافع عليه كبير. شنو بغيتي يدير؟ اجا صاحبي قلت معانا ويقصر ينشط وينسى الهم مع راساتو. شكون بغيتي يحل معاه مع الفجر؟ صافي خليه نيت باش يتقدى المونه وينعس بكري باش كل صباح يدوز عند صاحب دعوتنا باش يخدم علينا. عرفتي اش غدير؟ نسى علينا هادشي. شفتي اليوم كاينه واحد الساره، واحد القصاره بداك الشيء الرفيع. نيولا شكون دايره في بيت الخزين؟ لا والو امي، غير جيت نشوف الخبيات واش مسدودين، ما عرفت يمكن نسيت شي وحده فيهم محلوله وصافي. مسدوده ولا محلوله؟ ياك هما خاويين كاع. لا واه امي لا واه، مازال كاين شي بركه ومازالين عامرين، وحنا خصنا نردوا ليهم البال، لا يسكنهم شي فار ولا شي عشب.
الجل اللي ساكنهم هي انتيا. واش انا فين ما نقلب ونسول عليك نلقاك مخشيه في هاد بيت خزين؟ تعطلق لي شنو كديري فيه، شنو عندك فيه؟ امي زعما شنو غنكون كندير فيه؟ راه غير الوسواس ديالك ديال النظافه وديال التاويل اللي علمتينا راني نعلط. الله عليك بركه من التحرميات ديالك، وقول لي شنو كديري هنايا. التحرميات امي ياك، التحرميات هي اللي نشقى وننظف الدار ونطيب البومسيكين شيوات باش يقعد بهم قليبو من يجي من برا عيان ومعلوك. ايه تي دابا هي وليتي مولات الدار والري والشوار، وليتي تحامي على باك مني انا. ادويشني ولا حاشا امي؟ انا عارفه با عزيز وعارفك بعتي عليه ذهبك وعارفك وقفتي معاه، ولا اني اش هضري تكلمي. ولا اني امي بعد مرات كتقولي لي هضره قاصحه وكتحقريه قدام بناته. الله يمسخك، انت دابا غتعلميني وقتاش وكيفاش نهضر مع باك ياك؟ امي انا غير بغيت اشنو بغيتي؟ شنو بغيتي؟ اش قطعي داك الحس ولا داك اللسان ديالك غادي نقطعو لك شي نهار، كتسمعي ولا لا؟ انا كنقول غير الحق. سمعي شني ولا غتبعدي من الامور الكبيره منك؟ واش تمني ديري دارك هذيك الساعه تصرفي فيها كيف بغيتي وتصرفي مع راجلك، اما دابا سكتي وقطعي حسك وما نبغيش نسمع منك الخريف خاويه، كتسمعي ولا لا؟ صافي امي سمحي لي. يلا سيري لبيتك غبر عليك مرتك سربي. يا من هو في الهجرة فريد تايه شاكي باكي هميم مجروح بحالي وقت ما شاف الزين ورقته تصفار وتدبال حضر بالك ليا وكون عايق فايق وصغى نعيد لك كيف جرالي عندي خمار هوا غرامها ساكن ليل دخال هادي مدة والريم هجراني من غير سبب مرسمي منها خالي واليوم هداها رافع اسم الجليل المتعال زارت رسمي بكمال زينها وتعافى بعد السقام ضري وهوالي وتسلينا في بساط سلطني ما بينه للحال تم عطفت ليا على ارضها نور عياني وعاد ضميري سالي قامت بعد الزوره ودعتني كوكب الانجال عرفت البنات لولي التاجره كبيره غادي نشري لبا محل كبير وغادي نعمرو ليه بالسلعه وغادي نرجعو نواره شجره مفتحه انا رجع با نخلى بنقرا والخلا ونعسي نعسي رحنا نهار كله في تمالا والشقة نعسي خلينا نتسنتو لعظامنا غنرجع لامي فلوسها بها اللي باعت وما بقيتش غنخليها تنقص من هيبت با وبنشان واخا اختي ديري داكشي كاع اللي بغيتي غير هو حنا راه اختي عياني وبغينا نصحو وغادا نجوجكم ونتهلا فيكم ونعيشكم احسن عيشة عرفتي انتي رابحة انا باغا ندير لك عرس فيه 7 ايام وسبع ليالي ونجيب لك الجواق من المغرب كامل واش بصح اختي هادشي فين غتجمع هاد الناس كاملين فين اختي انا بعيت نهار كامل كنشقى حتى الغدا وكمل لك واش دابا حتى جيتي لهادشي وجاك النعاس شتي الا وليتي تاجره كبيره اجي سوكي ليا بالعكر الفاسي واش نتوما كتنعس وحده كتبدا الاخرى هنينا ونعسو ربحه هاد خوتي غادي يخرجوا عليا وغادي يخرجوا حتى للمحل ما عرفتش كما كنتيش معايا شنو كان غادي يوقع ودوي انا راه عارفك ما عجبكش الحال حتى انا ما عجبنيش ولكن ما عندنا ما نديرو غير نصبروا صافي السكت ديالك خال عليا ولكن ما تخافش غادي نزيدك في الخلصه غير ما تخوش بيا هي راه نتوكل زيد والله اخويا ما خبيت عليك ولكن الفلوس راه فلوس المراه هي اللي بغات تشري الحانوت لولادها
دابا الحانوت اللي بقى لي بركة الوالد مفرط فيها. هادشي اللي بغيتي لي يا خويا؟ والله ما حنا ولا البراني، وهذاك المسخوط ما يمشي حتى ياخذ لك الحانوت اذا ما رجعتيلوش فلوس السلعه ديالو. ها هو اتاي مسوس اللي طلبتي يا امي. وعلاش محنا راسك بنتي؟ بلاش الا كان مسوس بلاش. جيبي يا بنتي السكر اللي بغى يزيدو في كاسو. با السكر تقاضى ما كنستعملوهش حيت كيضر في الصحه. السيد ما عنده ما يدير، اللي غادي يحضروا الفلوس ولا غادي يلقى شي مؤمن اللي يسلفني غادي نبدا به هو الاول. ولا مشى تدعك المخزن ديك الساعه راه بزز منك خصك تردي اللي عليك، ولا يبيعوا لك في الدلاله، ولا مشى تمشى للدلاله غتولي يبيعوا بجوج صولدي. اسيدي من هنا لتما يحل الله لا مدبر حكيم، ودابا راه ما عندي ما نبيع اخويا العزيز. ما تسرعش فكر، مع ثلاثه ديال القرحات كلشي غادي يمشي للبراني. بغيت تقول لكم ثلاثه الفرحات، ما عندنا ثلاثه الفرحات، وكيف كتعرفوا خصنا نقومهم باش نوصلوا من عند عيالاتهم. حتى دابا فكر فكر على خاطرك اخويا وقرر، فلوسي موجودين. كنت نقول فلوس نمره موجودين. ايوا كلام المعقول راه سمعتوه، وعلى خاطركم دوزوا بخير. جلسي شربي اتاي اللي عمرنا على قبلك. لا غير بالصحه، ما كنقدرش نشرب اتاي حافي كيدير لي الحرقه. دوزوا بخير. السلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حتى ديك البركه اللي بقات الوليد طمعين ليا فيها. واش ما سمعتيهم شنو كيقولوا؟ ها هاد المحل اللي جابد لك المشاكل والصداع شنو باغي به؟ يبيعوا تهنى منه وريحنا وريحهم، مالنا على هاد المشاكل؟ اش تقولي هاد المرة؟ وباش غنعيشو؟ بيني لك حنا دابا عايشين. سويلم سير قلب لك على خدمة تاخد فيها الشهرية بحالك بحال الناس، أما التجارة راه ما معطياش لك كل شيء، وخصوصا هاد الشيء اللي كتبيع فيه أنت. استغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با ياك لاباس؟ مالك مقلق؟ والو بنتي كنشوف هاد الزهر اللي عطاني الله. خويا بغى ياخذ لي الحانوت ومرتو ومرتي معاونينه. ما ديرش في خاطرك با، دابا يفرج الله. الله يسمح لي ما عرفتش درت باش ربي كيعاقبني بحال هكا. ولا وهبا ياك انت اللي كنتي كتجمعنا وكتقول لنا بنياتي الحياه كلها امتحانات، والسر في النجاح فيهم هو الصبر. كاينه بنتي الله ينورك ويصلحك، وحتى انت الله ينصرك ويسهل عليك في هذا النهار. امين يا رب العالمين. سيري بنتي فيقي اختك راه بحواجي وعاون امكم. واخا با كون عاني. با قول لي شحال كيتسالك ديال الفلوس؟ 100,000 ريال. علاش بغيتي تعرفي؟ ها والو غير بغيت نعرف، والله يرزقك كثر منها. امين ايوا نتوكل على الله، يكون باب السماء مفتوح ويسمع منك مولانا. امين يا ربي. الله يهنيك يا بنتي. بسلامة با. رجعتي قبل وقتك. والو امي هي ساليت خدمتي ورجعت للدار باش نرتاح. ايوا مالك عقدهم على الصباح؟ من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه مليت. وانت اللي ما كتبغيش تفوج على راسك تمشي نزاهه وتسمع الموسيقى؟ الا كان غير التفوج ديال خوتي انا ما عندي ما ندير به. علاش مالهمش كيديروا غير كيفوجوا على راسهم باش يعرفوا يخدموا بلا ما يتشكاو؟
بصاب يا ولدي كنتي ترجلت ولي في حالو. انا ما بغيتش نكون بحالهم. انا امي بغيت علاش ديري بلاش ملي انت يا سيدي ما باغيش تفوج؟ علاش في الصباح وانت كتخبن عليا وكتشكي؟ مالك؟ شنو بغيتي ندير لك؟ ما انا بغيت نتزوج. ايوا نهار كبير هذا. هادشي ولدي كيفرح ماشي كيقرح. بصح امي صحابكم ما تبغوش ليا. بالعكس نهار كبير هذا عندي نزوج ولدي نشوفه فرحان مع مراته. لا لا يخطيك علي امي هي غتمشي تخدم عليا. هاي 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 هي حط عينك على شي وحده. ايوا شكون هاد مولات الزرول بها اللي حمقات؟ بنت عمي. شكون؟ ما لقيتي غير هاد ثلاثة القرحات. شكون فيهم بنات عمك؟ الشافية. هادي هي اللي عمرها ما تكون لك. واش حمقتي ولا خرج لك العقل؟ باغي تناسبني مع داك المشيرة ديال ميلودة؟ شوف أولدي ديها في خدمتك ودير عقلك. والزواج أنا غنشوف لك بنت الناس اللي تناسبك. لكن أمي أنا كنبغيها. تبغيك جنية إن شاء الله. ما لقيتي غير داك شاطا مطا. أنا باغا لك الفرحة. وانت جايب لي القرحه وشكون المسخوطه فيهم؟ امي عافاك غير سمعي ليا. ما كاين لا امي لا والو. سد عليا فمك. بغيتي غير تزوج غادا نزوجك. يلا عطيني تسعة الساعة. سمعتي اخر اخبار؟ خوك صافي باغي يتزوج. ايوا الله يسهل عليه. هذاك راه عبيل. شفت واحد باغي يدخل راسو للحبس بيديه؟ ديك راسو هذاك؟ ايوا داير به اللي بغى. انا بعدا ما عندي ما ندير بشي جواج. بارك عليا الزهو النشاط والقصاير. هادشي غدير؟ يلا نمشي نجيبو دواء. هو في الحقيقة ما كاين ما احسن من الحبيب. وكله عيب. حنا رينا هي الزو النشاط. قال لينا صاحبي الليل كامل وخدامين صح. ايوا الله يكون في العون. ناري اختي عرفتي شحال تيعجبني ولد عمي الغالي. الغالي مالو هما وشان ومسرار وديما ضحك وفرحان. هو من ناحيه الضحك ديما ضحك ولاني عيناتو خضرين شويه. مالك اختي على هاد الهضره هادي؟ مالك عمرك شتي كيبسل على شي وحده؟ عمرك شتي قاس كيغمز في شي وحده؟ اختي ما شفتش بلا ما تنهضي عليا. انا غير سمحت وصافي. سمعتي شنو سمعتي؟ شكون سمعتي؟ سمعت خو صافي كيتكلم عليا. صافي هذاك راه من الحسد ومن الغيره حيت هو زوين عليه. ولا لا يمكن الله يكمل عليك. انا ما تقلقيش عليا. ايوا هكاك ما تبقيش تقولي الهضره اللي ما فيها ربح. ايوا يا لالا الربحه ما غيكون غير ربح. والله ينولك مرادك ويجوجك باللي حبو قلبك الهشيش. يا ربي يا ربي اختي اللهم امين. عرفتي اختي والله الا قلبي عرفتي غادي يطرطق. ايوا لا واه لا طرطق القليب باش غتحبي معشوقك. ايوا لا طرطق القليب غادي نحبو بالكبيده. واش من كبيده الكبيدات؟ لا غير اختي الرابحه مسكينه تشهات شي طريف ديال الكبده. ايوا حبيبتي في هاد الظروف ما تشهي لا كبده لا فويض. يلا يلا نوضو تضربو تمارا على قلبكم. كبده يلا. إذا كتعترف بالدين اللي عليك. يا نعمستي. وكتعترف أنك ما قادرش تخلص اليوم ولا غدا ولا من هنا حتى الأسبوع. اليوم ما قادرش نعمستي غدا ومن هنا أسبوع الله اللي عالم شنو ممكن يحل بينا. وانت سي علال صبرتي صبرتي علاش ما تزيد تصبر شهر ولا جوج؟ ريتما التجارة ديال سي سويلم تحرك شوية وتحسن ويأدي لك الدين اللي عليه. نعم سيدي الوقت مزير على الجميع وأنا ما بقى عندي فين نزيد نصبر. على هاد القبال غادي تقسموا الصبر بجوج.
وانت سويلم غنعطيك جوج جمعات باش تخلص الدين اللي عليك، وفي هذه المده علال عنده الحق يجي يشوف التجاره ويدخل فيها الا كان المصلحه، ولا سالات المده وما خلصتيش عنده الحق يشفع ولا نبيعوا المحل في الدلاله. كتسمع؟ يلا الله يهنيكم اسيادنا. سيد الغالي مرحبا بك، تفضل دخل. مرحبا بك يا ولد عمي. كان مرات عمي واخا انا غادي نمشي نغوت ليها. امي 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 اشنو بغى هذا؟ واش هادي وقت المجي؟ لك مجي يخطب في رابحه وشوفي هي عطر بالفرحه فحالي اللي شايفه القمره في المز ديال النهار. هو يا اختي قلبو ما يريد الحماق والهبال وما يدير. نسفي نسفي زيدك عليها. امي امي باش مالك تغوتي؟ ولدي غالي كاين شي حاجه هيك ما كاينش. امي انا نمشي نجيب واحد كويس تاع الحليب. الحليب ماشي وقته باك شويه ويدخل. ايوا اي شويه ديال التمر والحليب باش السيد الغالي يرد الروح ويبلل حلقو من الطريق. سيدك الغالي ما جاينيش من راس الجبل، راه كيسكن غير في جنبنا. سيري بنتي الا عندك الشغل قضيه، سيري سيري راه خواتاتك عيطوك. يلا تحركي. نعم ولدي الغالي بغيتي شي حاجه؟ جيت عندك مرات عمي حيت امي بغات تشري لي الحانوت ديال عمي، وقالت لك الا قنعتي حلاوتك من مونو. حلاوتي؟ وشنو نوع هاد الحلاوه؟ خمسه ديال الويزات والعقيق الجوار واللفه ديال البهجه. سويلم وكبر لي عمي واش وقع لي؟ سويلم سويلم ماما 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 سويلم ماما 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 سيش بك السعلمة مينالو مرحبا ما تخافوش ما تخافوش. سويلم 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 هذه الكلمة الأخيرة اللي قالت أمك وأنا ما نقدرش نجابها. وريني بوانا اللي باغي نتزوج ماشي هي. لا خاطرها خليها تختار لك، راك ما غاديش تندم. تطلع خاطرها في كل شيء، حتى لهادي با أنا اللي باغي نختار راسي. يا باغي تولي مسخوط والديك. مسخوط هو اللي كيفسد وكيخبي في عيل الشيطان، أما أنا باغي غير نتزوج. باغي نتزوج على سنة الله ورسوله. من؟ من بنت عمي. اللي هي مني وأنا لها. أخ، سي دابا قبل خدمتك. ومني نتلاقاو في الدار. ودبي روحك. تبيع داك المحل وطرد الكريدي اللي عليك. ما نضيعش في الحانوت ديالي اميلودا. وشنو غتبقى تبكى بحال هكايا حتى يديه لك المخزن؟ ما تزيديش تكمل عليا بالهضره على العار. هادشي اللي ما كيعجبنيش فيك، كتهرب من المشاكل. هذاك راه رزقي ورزق بناتك واش حتى هو تضيعو؟ قول لي باش غتعيشني. يلا قول لي انت. انا دابا مريض مريض. شوفي حالتي كي دايره. ما تحججش ليا بالمرض ونوض فوق مشكلك وبيع المحل ودير شي بيعه وشريه باش تعيشني وتعيش بناتك. الله يا ربي الله يا ربي مفصلي كاع طايحين عليا. الصدر ديالي مزير غيطردك. انا اللي غادي نطردق معاك. عييت عييت من الهم
شحال وانا هزه في قلبي وصابره وساكته حتى انا عييت ملود عييت يدي بوحدي في السوق وملي ندخل للدار الغوات والنقير والصداع عييت واشنو بغيتي مني ندير لك نمشي نجلسك في المحل حتى هو ما عرفتيش ديري لي يا ولد ها اللي هز عليا تماره ما عرفتيش يا ميلودا شوفي خويا ولادو ما يخليوهش يحط يدو في حتى شي حاجه عطيها على القصاير وزون النشاط ها وربي ميسرع عليه اش كديري هاد المره اش كديري اميلوتا راهي لبعنا الحانوت غنضيعوا فيه وما نلقاوش باش نعيشوا خرجوا عنا ميلودا دير اللي بغيتي انا غنمشي لدار با نرتاح شويه رجوع لنا على الشيطان يا ربي يا ربي فرجها من عندك يا مولانا يا ربي يا ربي متاكد اخويا انهم غادي يجيو واش حنا كنلعبوا هنا فاش كنا تابعينهم نعت لهم المحل انا ما عرفتش كيفاش كدير لهم باش كيتبعوك الكلام المرصع والعين بالعشق تدمع وآرا ما تمتع وتبرع عرفتي انا بقى فيا عمي اللي مشى فيها خلا هو اللي ما عنده زهر داري مي غير القرحات دابا يموت مسكين غير بالفقصه عرفتي ملي غيولي المحل ديالنا غنديرو لاباس واش عاد غادي يديرو لاباس والله غادي تبدا الحياه السعيده وما بقى نهزو الهم حتى شي حاجه عرفتي غيولي الزهو النشاط من العصر حتى الفجر الزهو النشاط وقولها اضحك عليها مرحبا والف مرحبا بموليات العيون الفتانه والمشيه الرنانه وعليها كنموت انا اشنو هادشي يا خويا لا زوينه المنظر ولا خفيفه كتسخر شكون نتوما الحجايه خفيفه من ساعه الصياد لك تشفاره خذوا كاع داكشي اللي بغيتو وسيو بحالكم خذوا اللي بغيتو حنا راه ما قاديش على هاد الصداع صاوبت الفتيال ولاو حمالة وبالمال ولاو شميت رجالة حنا خود دوك البنات اللي نهار كامل ونتوما تابعينهم وتسرعوا عليهم صحاب نكرمة وفيها كرموس ساعة خربة وفيها ناموس بركة من الكذوب حنا راه تجار وما قديش على هاد قلش العذاب ديالكم ياك اللي زرع العيب يحصد الندام مكم يا يمكم سيروا شوفوا مالها شوفوا اش عندها مسكينه با امي راه غير عيات شويه عيانه وجالسين حدايا هنايا سيروا عندها سيروا شوفوا اش خاصها سيروا قابلوها واخا با انت غير ديها في صحتك وما غادي يكون غير الخير يلا نوضي سيري خلطي على اختك يلا راك عارفه شنو تابعانا مسكين بالي الله راه ماشي غير باك بوحدك يلا ونودي بركة ما نطولو في الكلام سيروا عند امكم سيروا ديروا لها خطره سيروا جيبوها لدارها مي مشات لدار باها وقالت حتى تبرى وتصحح ويولي عندك الجاه والمال عاد ترجع لك اما دابا راه ما عندها ما دير لا بك ولا بينا مقلقه وغضبانه وعندها الحق تقلق منكم قلبها بيد امرأة مفرطات فيكم ولا فيا وارتاح بارتاح تبرا ويكون خير نقولوا لها نبيعوا كل شيء نبيعوا المحل نبيعوا الدار نبيع حوايجي الا بغات غير ترجع لدارها واخا واخا ارتاح يكون غير خاطرك ارتاح اسمحي لي يا ميلودا اسمحوا لي كاملين اسمحوا لي
لا ما يمكنش. لا لا لا، هذاك الولد خصني نزوجه في اقرب وقت قبل ما يمشي لي من يدي في مره. الا لقيلو شي فنه وغزاله بحالك وانا نزوجها له من غدا. انت خصك تحطها على الحانوت ديال خوك قبل ما يديها البراني، تعمرها له بالسلعه باش يكون في المستوى ديال بنت الناس اللي غادي نتناسبوا معاهم. الحانوت في يديك، الا ما صدقناش وارتينو وبوالو. علاش اذا مات غادا تقام رخص؟ مالو مع دوك ثلاثه القرحات غادي نورث ونشفع وندير فيهم ما بغيت. كتعجبني ملي كتكلم راجل وسيد الرجال. ما عرفتش هذاك خوك لمن شبه، حتى حاجه ما فيه ما في حالك. انا مول ثلاثه الفرحات بحال مول ثلاثه القرحات. ايوا فرحيني فرحيني الفرحه الكبيره فرحه حياتي. ايوا خد لك داك كويس ديال اتاي بيد ما نجيب لك باش تحلي. جيبولي جيبولي حبيبي يداويلي داويلي قليبي جيبولي حبيبي. جيبولي جيبولي حبيبي جيبولي داوي قليبي جيبولي حبيبي. بصراحة عامرة بالتويمة والزيت سخن كبا وتقعدك. يلا ما قادش يا بنتي. لا با خصك تقد على وديتنا احنا بنيتك. يلا راه محتاجين لك. يلا زين الرجال نوض. الله يرضى عليكم، الله يخليكم لي والله يصلحكم. الله يخليك لينا ويطول لينا في عمرك. هاديك ايوا بالصحة والراحة. هاك سيدي مرحبا. مرحبا بك. الخبز حداك؟ اش حاب الخاطر سيدي؟ والو غير كنشوف. اش كتشوف؟ كنشوف المحل اللي غادي يشري با انا اللي غادي نقابلو. هنا محل هاد المحلات كلهم ديالنا وحتى واحد ما غادي نفرطو فيه. ما قلتي عيب، ولا اني با كلفني باش نشوف المدخول ديال المحل كيف داير على حساب الحق اللي عطاه القاضي. حيد من باب رزق وشوف على خاطرك. هاك سيدي. وحشكم عباد الله، مش كيجي وحدنا، خد اللي بغيتو وخليونا شي بحالنا، ربنا غادي يخلص دي كبير،
مش فين لقيت هنايا؟ راه ما قديش على هاد العالم كامل. مرحبا، تفضل سيدي. غتلقونا شي علاش العيالات البصميه الدار؟ اش داك شي تجاره؟ اسي الا خصك شي واحد يعاونك شوف شي راجل يسربي الناس. جمع راسك وعرف معاك كتهضر. هذه راه لاله رحيم وهي مولات المحل، وهذا العبد اللي قدامك راه غير خدام عندها. هو غادي بحالو رسم بغال وعقول العصافير. ما تقلقيش الله رحيم شدي. انا ما عنديش الوقت فاش نتقلق صافي. وكيشتي انا تنحترم البغال على تمارا اللي تيضربوا، وتيعجبوني العصافير على زينهم وغناهم. الله يعطيك الصحه لاله، هادشي دايز الكلاب. مرحبا سيدي. مرحبا سي صافي. محلكم مسدود، الناس كتجي كتوقف وكتمشي. حتى هذا راه محلك. مرحبا بك اصاحب الخاطر. كيف العاده تفضل. تبارك الله عليك، الناس كثيره. ما كرهش نعاونك لاله رحيم. اييه عاوننا بالسكات وبس بلاصتك وشوف بعينك، وحق باك غيوصلك حتى لعندك. بغيت نقول لك راني قنط، بغيت ندير شي حاجه نعاونكم فيها. ايوا في الحركه بركات. سير طلق رجيلاتك وضرب دويره في السوق واجي، حنا راه معنا فين نهربوا. الا جيت على خاطرك دير شويه ديال الاتساع، خلي الهواء يدور. بسم الله. هاوينا يا سيدي ربي وضرباتنا. انا كنت عارفه النحس ديال خوك غادي يوصلنا. انا كنحس بذاتي كلها مشلوله عليا. بغيت لك الضر المدردر. الحانوت باللي فيها مشات وما عارفينش كيفاش، وما كيدخلها حد مغيرك انت ولادك. ولكن الجيران قالوا لي باللي شي اش شي هدر شي بنيوتات كيدخلوا ويخرجوا للحانوت. بنيوتات؟ اش من بنيوتات؟ واش عارف اش كتخرج من فمك؟ حتى انا غادي مصدوم ما فاهم والو. كتخوني كتخوني يا سويلح. من بعد هاد العشره كلها كتخوني، وانا اللي صبره لك على هبالك وحماقك. واش عارف اش كتقولي ولا لا؟ اش كتهدر في هاد المرا؟ انا راه ما بخباري والو. سولي ولادك العيش كيديروا ورا داري في الحانوت. داير شي زبايل وما باغيش تهضر. هادو وجه النحس. والله لا جلست لك في هاد الدار حتى نعرف ولادي فينا هما. ميمونة انا مزوق فيك، انا مزوق فيك يا ميمونة. ما تمشيش وتخليني بوحدي. علاش باغي نبقى نقابلك بحال شي خدامه وانت مقابل لي الزهو والنشاط؟ حتى ولادك ما عارف شنو طاري فيهم. غادا نمشي لدارنا ونشوف خوتي الرجال باش لغمهم هما اللي غاديين يفكوني من هاد المصيبه. ياك يا ميمونة، ما بقيتش سيد الرجال، هما سرقوا لي الحانوت وانت حيتي لي الشلاغم. ميمونة 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 هذيك الله ميمونة على الشيطان. احجر عار الله الا ما بقى يا ميمونة. جيت نشوف عمي كيبقى. عمك لاباس عليه، عنده بنات مهليين فيه. بنات الناس هكذا يكونوا. فين اختي؟ خليتها مشات تقضي شي غرض وغتجي. خليتيها تمشي بوحدها؟ لا، هي اللي بغات. ولا شافيه ولد خوك ابا خليل. زيد دخل. بارك الله فيك. شكرا. وادخل. عمي الصافي، وجدتي لي الامانه اللي وصيتك عليها. هاد دقيق والشعير موجودين، إلا بلاتي نشوف واش مازال في الخزين.
غزال مسخور، غادي نوريكم زراعه بنات الناس في كتوصل قالس. انا ساكت. اش كدير؟ كنتسنى غير شي سلعه ديالي. السلعه موجوده دابا، نصيفطها لك للدار. واخا عمي الصاخي، بارك الله فيك. الله يخلف. وسلمي على الوالد، قول ليه ما يكون عنده باس، ما لقيتوش يدخل المحل من بعدكم مشفر. لا با مازال ما لقيناه. وحلوا عينكم مزيان وقلبوا سواق مدينه، حياه ميات، لازم تلقاو شي حاجه ديال صويلح باش نعرفوا شكون هاد الولاد الحرام اللي سرقوا المحل. صافي با كون هاني، ما عنده فين يهرب. شارك لمخوك باش توصلوا شي سلعه دار سويلح. شوف ما ترجع عندي كنعرف خبر الشفاره، غادي يكون الحساب ديالهم معايا كبار من الحساب ديال الصويله ولادها. الله يرضي عليك ولدي، لقيت فيك الخير. اعتبرني بحال ولدك عمي. الله يكثر خيرك، واصلا راه خيرك سابق. ما كيتمرش في كل شيء، قليل الناس اللي عندهم القلب صافي بحال الصافي. انا اللي رضيتي عليا عمي بحال اللي رضى عليا با، واخا كنشوفو كيدير شي حوايج انا اصلا ما متفقش معاه عليهم. باك هذاك ولدي، ما تفرطش فيه، خليك جنبه، خذو بالخاطر واخا يطرى اللي طرى. با خصك ترتاح شويه، راه مازال عيان. خليك ترتاح عمي، واي حاجه احتاجيتيها انا راه موجود. شكرا، حنا ما مخليينو خاصه حتى شي حاجه. ولو يا بنتي، بنادم كيبقى محتاج لعائلته وخوته وحبابه. الزواج راه خلقو الله باش العائله تتكبر وتتقوى وتتكاثر. شافية صافي، غير سيري ارتاحي، جا لي تكلف بسي سمينه ويقابلو. انا ما غنفرقش با حتى ينوض من الفراش. ايوا بنتي، ماشي انت هي صعصع ديال الدار اللي قلتها هي اللي غتكون. بغيتك. خاصني نمشي نطلع للحانوت، خليت نهار كامل مسدوده حتى من خوتي ما عرفت فين مشاو. انا راه عرفت. سويلم وا سويلم، انت مالك مدور عليا وجهك؟ والساعات ولا بنادم راه تايغلط، وعلاش مصيفط ليا بنتك منين انت باقي مقلق مني؟ عرفتي بنتك ملي عطاتني الفلوس قالت لي هذا ظرف من الامانه وراك غتاخدي فلوس كاملين. فرحت، قلت سويلم ترجلو وجمع راسو، وانا نقول ميلوده واش مي راسك ورجعي لدارك. وين نجي؟ رحيمو قالت لك انا اللي صيفطتها. وعلى شكون؟ انا. ايه انا، على كون شكون غنصيفط من غير بنتي؟ إوا مبروك عليك الرواج والمدخول، الحمد لله والشكر لله. كون عاود ليا شفقة. فاش؟ في البيع والشراء اللي سهل فيه الله. أنت خرجتي من هنا والبركة حضرت من هنا. أجي لهنا راه كنضحك معاك، أنت هي البركة كاملة. منين مشيتي تقطع البنات. أمي لا عباد الله، هذا مشي مخلونا هنا غادي ياكلونا غير العقرب والفيل. تلقى ندير القهوة يدفاو ونموت بالبرد. ودير شي حاجة صاحبي، ما بقاش كيشكي عليا أنا بحد شي وليا. أشنو ندير؟ أنت سببنا في هاد المحنة. أجي نقصر، أجي نشطر، أنت خشي علينا وخشي على بانا.
شتي انت انت سبب هادشي كله. شنو غنسد؟ هادو عصابه كبيره موجدين علينا، خلونا نتبعو حتى المحل. اش عندو؟ غادي يشيل دارنا. انا عارف فين ما تجيو عندنا، نمشيو للدار نقول منا تزوج ليكم شي وقت ونجيبهم ليكم. مشات حصل لاباس اخر غنقفلوها. واللي بغيتي خوتك هذوك بغيتي تخلى عليهم يلا نمشيو نرجعو فحالاتنا. لا لا خاصنا نعتقهم ضروري. ورا بات لي واحد الباب مور الفران، الا قدرنا ندخلو من النار غادي نتاكدو. غير يا ربي السلامه وصافي زيدي. تخلصوا على راسكم صح لي اخويا صافي مره اخرى ما غاديش نعاودو. ماشي وقت هادشي، يلا تلقوا راسكم باش نخرجوا من هنا قبل ما يجيو يشوفونا ونصدقوا حاصلين كاملين. انا سهل النص ديال الفلوس ديالك، النص الاخر غادي نكملو لك قبل لا يكمل الهلال. في الحقيقه السي سويلم ما بيناتناش. شنو هو اللي ما بيناتناش؟ الحساب اسيدي فلوسي وما فلوسك. علال نسى عليك المحل، راه ما غنشرك معاك ما تشرك معايا. ماشي على هادشي كندوي سي سويلم، قصدتك المقصود الله في واحد الطلب وما بغيتكش تردو ليا في وجهي. اللهم سمعنا اخبار الخير. مبارك مبارك تغرب بنتك رحيمه وما غلقاش حسن منك في النسوبيه. ايوا هدا عليا، هادي فاجأتيني بها، هادي خصها الشوار معاها ومع مالين الدار. اسيدي اللي نطولو ونقصرو، البنت ها هي حداك، عيط عليها وسولها. يلا رحيمو رحيمو اجي بنتي اجي. نعم با سي علال كيخطبك لولدو مبارك، اش قلتي؟ اللي بانت لك با شتي شتي اش قلت لك؟ هذه علامات الرضا. ولاني سي علال صداقي شويه غالي عليكم. طلبي اللي بغيتي، حتى حاجه ما تغلى عليك، انت تامري. سي مبارك سيد الرجال وتا وحده ما تكرهو، ولاني في صداقي بغيت المحل ديال عمي صويلح ويكون في سميتي وانا اللي نبيع ونشري فيه. ها؟ لا الحانوت ديال السي صويلح والدارو الاولاد شكون اللي غادي يقابلهم؟ انا ومبارك غادي نقابلوا المحل ونخدموا على راسنا، وان شاء الله من يجيو الدراري هذيك الساعه نكونوا درنا علاش نرجعوا. ايوا حتى هذا كلام ما فيه عيب. هادشي ما عجبنيش السي صويلح. واه حالتك كتشفي العدا. انت كتشوف اخويا علال عين عوينه وصابتني العياذ بالله. سمعت حتى مولات الدار طالبه الطلاق. ما تفكرنيش راني كنموت بالغبينه. دات كلشي الذهب
والفلوس اللي كنت جامع وزادت خلفه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ولي حانوت غادي تبقى مسدودة. التجارة كتبور والناس كتسال. صافي 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 اللي كنت دايرو في كتافي مشى مع بنت عمو سمح فيا. في هاد الحالة ما عليك إلا تبيعها وتهنى. اش غنبيع؟ الحانوت. أنا سيدي غنعطيك الثمن اللي ربحك ويغنيك من جديد. يلا. الله يا ربي الله يا ربي الله في الدخا والردة والردة يا عباد الله. الله يا ربي الله كنموت بالخبينة يا عباد. بسم الله عليك بسم الله عليك تفعل الله أخويا صويلح تفعل الله بسم الله عليك. إيوا أش قلتي؟ فاش؟ الحانوت. مالها؟ بيع عليا. تنتشاور مع خويا. انا قلت لك غير جوج عبرات من الحاجه شفتك ديري هنا التقضيه ديال جوج جمعات السي عبد الرحمن. الا لا الناس الملاح بالوفايه تستاهلي كل الخير. حنا راه ما كنقبلوش الصدقه غناخذ داكشي اللي غنخلص بفلوسي. وراني زدتك هنا واحد القليب وواحد الكبيده وواحد الدواره بالشحمه بولفاف دايزها الكلام. السي سويلم عزيز وغالي وبناته على راسي وعينيه. ايوا الا خديت من عندك هادشي غتسجلو حتى السيمانه الجايه وغنكمل لك الخلاص. ألا لا خلاصي عند باك غير قبلوا عليا وضايفوني عندكم ابنت الخير والخمير والتيسير. علاش بغيتي با؟ بغيت نطلبوا ونرغبوا يشوف من حالي. ايوا الا كنتي مريض سير شوف لك الحكيم ولا شي عطار هو اللي غيشوف من حالك. اما با راه ما عنده باش ينفعك. ماشي هو اللي عنده الدواء هو غير حيله وسباب والطريق اللي وصلني لمولات الدواء. لا لا شافيه تشافيني. اسمع هذاك بنادم شد فلوسك بارك من هضره الخاويه. سمعتي انت جاي تهز تقول وتوصل الصخره وهزها ودخل سوق راسك. ايوا 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 حدك تما. هذا راه ولد عمي الكبير راجل الدار ومول الشوار. تزيد جوج كلمات نسمحوا لك في هذا الشيء ونزيدوا في حالنا. سمحي لنا لاله شافيه ما ديريهاش مني قله الصواب. ثلاثة ثلاثة من الحاجة ديال اش بنت عمي؟ ثلاثة ديال السناسل ديال الذهب، ثلاثة ديال الدبالش، ثلاثة ديال التكاشط، ثلاثة ديال الزرابي، ثلاثة ديال العجولة. ولاش هادشي الشافية؟ صداقي إلا بغيتي تزوج وطلق راسك ياك شفتي الصف ديال الخطاب. اليوم قبل غدا انت غير أمر العزيزة الغالية. مشيتي دخل غير القفه الثانيه وسير. ايوا سي سويلم رديتي الدين اللي عليك. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك واغنينا بفضلك عمن سواك. يا نعم سيدي. مزيان مزيان. اللهم بارك لك في مالك واهلك. امين يا رب العالمين. انما اسمعش غنقول لك جزاء السلف الأداء والحمد. خديت فلوسي كاملين ومعهم البركة والدعوات ديال السي سويلم الله يخلف عليه ويزيد في التغران. إوا على هاد الحساب ما كانش عليكم تعذبوا روسكم تجيو عندي. المهم الحمد لله اللي وفقكم طريق الخير وصلح بيناتكم. نعم سيد القاضي جينا نخبروك بهذا الشيء وبغينا نطلبوا منك جوج ديال الطلبات. مرحبا مرحبا. اللهم اجعلنا وسيطة خيرين وتيسير. نعم سيدي بغينا نوثقوا جوج ديال العقود. اللهم يسر ولا تعسر. ما هو العقد الأول؟ بغيت نشري المحل ديال السي صويلح. اللهم بارك. والعقد الثاني؟ غادي نكتبوا في سمية رحيمو بنت السي سويلم قيمة صداقها في العقد ديال الزواج من ولدي مبارك. بارك الله لهما وجمع بينهما بالخير والسعادة. نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
أولدي هادوك هما الفلوس اللي بقاو لي من بعد الحانوت. ولكن با شافيا الشرط ديالها كان واضح، والصدق ديالها غنعطيه ليها كامل وما غادي نقص منه حتى ريال. إوا هادي هي اللي بيعها راسها غادي حيت تستاهل. فوق من هادشي فلوسك غادي نردهم لك با منها خدم، غادي نردهم لك متني ومتلت. الله يكمل. فين هادوك المصيبة ديال خوتك؟ خليتهم في الدار كيغسلوا حوايجهم وغادي نشرهم، وقلت لهم ما تخرجوا من الدار حتى تنقيوها مزيان. خيفهم قلالين الترابي يستاهلوا اكثر، والله كل ما حشمت تنجري على ابوهم من الدار. عافاك مبارك عيان، وهادوك راه كيبقاو ولادك وخوتي، ما نصلحوش الخطأ بالخطأ. أمك كاين شي خبر عليها؟ دابا يهدى الله وترجع للدار. ديك الساعة تمشي معنا الخطبة. الله يكمل لك بالخير أولدي، اختاريتي وعرفتي ما تختار، عائلة وجاه ومال. شافيا انا غادي نمشي نعاون ولاد عمي في الشقه، بقاو بوحديتهم مساكن. والله الا مشيتي حرام عليك اختي، الزين والهمه ديال السيد الغالي يتبهدل هكا. سيدي قدامي، زيدي قدامي، خلفي طيحتي علينا الدم. امن هواك عد بقلبي وفناني فناني، خلى مدمعي طوفان طوفان فوق خدي والنوم جفاني جفاني، محبوب خاطري ببيان ببيان، خد عقلي وخرب ديواني ديواني، باللفظة بقى حيران حيران، يا اهلي شي عطف جيراني جيراني، الغدر عيب الجيران، أبحر فايضة زادتني تمحاني تمحاني، زاد زداد بتيهان تيهان، ملكي نازل لي في مكاني مكاني، تملى بخيل وفرسان فرسان، من طغات اليوت العتقاني عتقاني، خلاو ساكني ولهان ولهان، يا اهلي شي عطف جيراني جيراني، الغدر عيب الجيران. خلينا اختي نمشي نصب لي الحوايج، والله تبقى فيا ما بقاوش فيك هاد اليدين، لحيات كلهم في الشقه. انا بنت ربي خلقني للشقه، ماشي بحالو هو راجل صبيعاتهم مصاوبين غير باش يعزفوا على الوتر الحساس. والله ما كاين اللي طيح الدل على المراه قدك، وما كاينش اللي خرج على العيال قدك. زيدي زيدي عاد القيمة راسك والقامة والشان، راه هو غيجي عندك مدلول وكيطلب ويرغم. لا اختي انا ما بغيتوش مدلول، بغيته هو يجيني ونمشي نعترف ليه ونقول له كاع داكشي اللي كنحس به، ونهزو على كفوف الراحة ونعترف ليه بالمشاعر الفياضة. ايوا راه قلت لك والله الا مشيتي والله الا مشيتي والله الا مشيتي. ناري اختي ما عرفتش هذا القلب هذا اللي عندك كحل منين جايباه، وهاد القصوحية باينة غير من امك الله يستر. اجي لهنا، وانتي هدل مين جبتيه منين؟ زيدي خلف قدامي، يلا زيدي. الخا واحد هاد الدنيا الا ما عاونتش خويا وهو محتاج غادي نكون ما كنسواش وما فيها فايده. لا غير زعما وتهاد الايامات الحركه عندك في المحل تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، الحركه دايره. نجي نعاون خويا ندير يد الله ونخدم معك شويه. ما ديرش ما احسن منا، البنات راه مشاو معاونين مع رجالهم وانا بقيت يدي بوحدي وخاصني العوين. لهنا خطيك لهنا خطيك عليها خويا الحبيب، انا كنت عارفك عارفك من القلب الكبير. بالحق انا عندي ليك واحد طالب. تاع خويا ما تطلبش، انت تعامر انت تعامر.
قال لك خطب لبنتك لا تخطب لولدك، وانا غير رابحه اللي بقات لي بلا زواج، وعلى حساب ما بان ليا مغرومه بولدك الغالي، قلت نزوجوهم نحوزوه عندنا المحل ونعلموه الحرفه. بالسعدات عليه، بالسعدات عليه وعليا، هو المبارك اللي لقى اللي تقبل عليه، حسن ما يبقى بالك في الدار بوحدو بحال العبيد، من بعد ما مشى خوه راضي كيعاون في خوه الصافي في المحل ديالو. ولكن بنتك لالا شافيه الله يرضي عليها مخرجاها منه. بلا 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 خليه يلا يلا يتعلم ويترجل. ايوا سيدي الله يكمل عليهم بالخير. اللهم امين، اللهم امين اخويا. لالي خطك عليا، لالي خطك عليا اخويا. الله يحفظك. جيتي باش تهضر مع امي؟ نمشي نكلمها لك؟ لا، بغيت نتكلم معاك انت. انا بغيتيني انا؟ اه جيت نقول لك يا الرابحة يا وجه رباح، قلبي عليل وفيه جراح، قلبي عليل وفيه جراح، داويني يا ليلة البنات، راه الدنيا بك ضوات، داويني يا ليلة البنات، راه الدنيا بك ضوات، يا الكوياني يا السلباني، يا رابحة يا زينة لبنان. غادي نسمع المدينة كاملة رابحة بنت سويلم غادي تزوج بالغالي ولد صوالح. Oh,
زينة لزينة قلبها وتبات ولاد وبنات زينة الحياة فرحة جوش ثلاثة الفرحة المراحل والراجل سباب والدوم العام